وإن جئتم إلى تعامله مع الآخرين نجدنا ننظر إليه صلى الله عليه وسلم في بره بأبويه، في بره بأبويه اللذين لم يدركهما صلى الله عليه وسلم. جاء في الروايات الصحيحة التي ذكرناها من قبل أنه أقبل من سفر إلى المدينة المنورة، فما لك ما يقول الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى قبر قديم فأخذ يبكي عنده بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم. فسأله الصحابة بعد ذلك لم تبكي يا رسول الله، سنبكي معك أي إن كان هنالك داع إلى البكاء. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزارها صلى الله عليه وسلم وبكى عند قبرها بكاء مريرا رحمة بأمه أنها لم تدرك شريعة الإسلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تمالكوا بعد هذا البكاء منه إلا أن تدمع أعينهم وإلا أن يبكوا بكاء كثيرا وأن يسفحوا ساخن العبرات على وجناتهم لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي.